قول لي اوقف واش بدك يا يوقف توقف تفضل كات اسحبه فرجينا الجمهور نفرجيه على الكاميرا اوكي خلاص حفظته حتى لو انا شفته ما في اي مشكله اسكري فروت سكادي حزقت الورقه يلي اختارها خليها في يدك هذه سكر عليها ايوه فرجيها فرجيها الكاميرا سكر عليها اكبر علامة احنا عشان نكون متاكدين فرجيها بس للمشاهدين على الشاشة اوكي فازا بنت الكبة مخزوقة من هالميل ومن هالميل عليها اكس اوكي خلينا نسوي احنا حاجه والشافه معك بايدك مضبوط خليها مسكره ايدك بس اروح هناك انا لحظه اوكي تفضل هننتقل احمد لوسط القهوه خليك انور ركز معنا اوكي كبر وعصب ممكن سكينة. شو قال ولا حد هلا كيف الوضع؟ تمام هلا وبتدخل اقسمها بالنص قص السكينة بنقص الليمونة بالنص هون على الطاولة اوكي ايوه بس ايوه بس خلاص دمج كده لاحظ نفسك لاحظ نفسك انور طلعها بايدك لحظة شو انور مش عم يركز معها افتحها صدلتني يا ما لا لا اكيد شوف الزاوية حقتك الشقفة معك عليها شو عم تعمل؟ انور شو وضعك هلا شو انطباعك؟ اسحب لي شي مليون دولار الله بوفقك بلقي لا رائع شو تعليقك على الموضوع؟ ما عندي تعليق مش عم ركز تلك شكرا انور يعطيك العافيه صحتين على الليمونه